قتل 4 بينهم جنديان فجر اليوم السبت في هجوم شنه عناصر من القاعدة على معسكر للجيش بمدينة لودر محافظة تابين. وقالت وزارة الدفاع إن مسلحين من تنظيم القاعدة هاجموا معسكراً يتبع اللواء 115 بقنابل يدوية وعبوات ناسفة، وكان بعضهم يحمل أحزمة ناسفة، مشيرة إلى أن أبطال اللواء تصدوا لهم وقتلوا واحداً منهم يحمل الجنسية السعودية، وأصابوا آخر وألقوا القبض على 2 آخرين، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قراراً جمهورياً بتعيين اللواء الدكتور عبد حسين الترب وزيراً للداخلية، وتعيين خالد محفوظ بحاح وزيراً للنفط. كما أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بتعيين جلال الرويشان رئيساً لجهاز الأمن السياسي، وتعيين اللواء الدكتور عبد القادر قحطان واللواء غالب القمش سفيران بالخارجية. فجر مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء الجمعة أنبوب النفط الرئيسي بمنطقة عبول مديرية غيل بنيامين محافظة حضرموت. وقالت مصادر محلية اليمن شباب إن مسلحين مجهولين قاموا بتفجير أنبوب النفط الرئيسي الذي يمر من مديرية غيل بنيامين بالمحافظة. توصلت اللجنة الرئاسية بمحافظة الجوف إلى اتفاق يقضي بوقف المواجهات المسلحة بين قبائل آل نواف وجماعة الحوثية المسلحة، والتي اندلعت الخميس وأسفرت عن مقتل وجرح 23 شخصاً. ووفقاً لمصادر محلية فإن المنطقة تشهد هدوءاً حذراً، فيما من المقرر أن تقوم اللجنة الرئاسية برفع مواقع التمترس للطرفين اليوم السبت. وصل المبعوث الأممي للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر اليوم السبت للعاصمة صنعاء، وقال بن عمر إنه سيعمل خلال هذه الزيارة مع الرئيس هادي وبالتعاون مع جميع الأطراف السياسية على دعم وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف: سأقوم كذلك بإعداد تقريري الذي أقدمه أواخر هذا الشهر إلى مجلس الأمن، وتأتي الزيارة في إطار قرارات مجلس الأمن لدعم العملية السياسية وآخرها القرار 2140. تظاهر شباب الثورة أمس الجمعة في عدد من المحافظات تواصلاً لاستمرار العمل الثوري والمطالبة بإقالة الفاسدين. وطالب شباب الثورة في إب بإقالة المجلس المحلي بالمحافظة وتعيين محافظ جديد يلبي تطلعات أبناء المحافظة، كما طالبوا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبسط نفوذ الدولة ونزع سلاح الميليشيات المسلحة ورعاية أسر الشهداء والجرحى. أقرت اللجنة الأمنية العليا استمرار حظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وإغلاق محلات بيعها واتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص. وبيّنت اللجنة الأمنية أن عدد الدراجات النارية المحتجزة في صنعاء بلغ عددها 4414 دراجة. وقامت السلطات الأمنية بالعاصمة اليوم بحملة ضبط سائقي الدراجات النارية المخالفة. أنهى حلف قبائل حضرموت حصاره للشركات النفطية العاملة بقطاع المسيلة بعد تحكيم الحكومة للحل في مقتل الشيخ بن حبريش. وتسلم الحلف التحكيم من قبل الحكومة البالغ 1,20,000,000 و200 بندقية، فيما قام الطرفان بتبادل المخطوفين حيث جرى إطلاق سراح الجنود المحتجزين منذ قرابة 3 أشهر. لدى الحلف عددهم 12 ضابطاً وجندياً، وكذا تسليم الحلف لخمسة من رجال القبائل الذين تم أسرهم من قبل قوات حماية الشركات. بعد انقطاع دام 3 أشهر عقد محلي محافظة الضالع اجتماعاً استثنائياً برئاسة المحافظ علي قاسم طالب وبحضور الهيئة الإدارية وغياب الجهات الأمنية والعسكرية، وناقش الاجتماع الأحداث الأخيرة والانفلات الأمني وانقطاع الخدمات عن المحافظة. نظم أبناء وصابين وعتمة وقفة احتجاجية في منطقة التحرير بالعاصمة لمطالبة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي باعتماد وصابين وعتمة محافظة وضمها الإقليم تهامة.
وتأتي هذه الوقفة تواصلاً لحملة ميدانية تطالب بضم المديريات الثلاث لإقليم تهامة، وكونها الأقرب جغرافياً ووجود عوامل مشتركة بينهما. طالب شباب ثورة بمحافظة أرخبيل سقطراء الرئيس هادي بسرعة تعيين محافظ للمحافظة وإجراء تغيير شامل في كل أجهزة الدولة وإقصاء الفاسدين وبسط نفوذ الدولة واستتباب الأمن والأمان في كل بقاع اليمن. وأعلنوا في وقفة احتجاجية تأييدهم لقرار مجلس الأمن الخاص بفرض عقوبات ضد معرقلية التسوية السياسية ومهددي أمن وسلامة واستقرار اليمن، معتبرين القرار أحد العوامل المساعدة على تحقيق أهداف الثورة الشبابية السلمية. قام عدد من النشطاء والفنانين برسم صور معتقلي الثورة على جداريات في شوارع العاصمة صنعاء، ويهدف الشباب من خلال حملتهم التي أطلقوا عليها الجدران تصرخ لحريتهم لفت أنظار العالم إلى معاناة معتقلي ومخفي الشباب الثورة داخل السجون بلا محاكمة عادلة وبلا أدلة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ومحاكمة من تسبب في معاناتهم. الجدير بالذكر أن 24 من معتقلي الثورة يواصلون الإضراب عن الطعام منذ قرابة شهر داخل السجن المركزي بصنعاء وحجة للمطالبة بإطلاق سراحهم. أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة باتينا موشايت أن وضع اليمن في المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين سيتغير بفعل النجاحات التي حققتها مؤتمر الحوار فيما يتعلق بقضايا المرأة في اليمن. وبيّنت في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن المرأة في اليمن ولأول مرة منحت دوراً بارزاً في عملية سياسية شاملة لم يشهدها أي مكان آخر في المنطقة، وفي إشارة منها إلى مؤتمر الحوار ومشاركتها بثورة الشبابية. دشنت الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك حملة أطفال وليس جنود، والتي تتبناها حكومة لوكسمبورغ بالتعاون مع مكتب الممثلية الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح ومنظمة اليونيسف. وتهدف الحملة إلى إنهاء تجديد الأطفال وإخراج المتواجدين منهم في القوات المسلحة والأمن والجماعات المسلحة، والعمل على إعادة دمجهم في المجتمع من خلال برامج مخصصة لذلك قبل نهاية العام 2016. وتستهدف الحملة 8 دول، 6 منها قد انتهت ووقعت على خطة العمل مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى اليمن والسودان، واللتين ما تزالان في المرحلة الأخيرة من التوصل إلى الاتفاق على خطة العمل. كشفت دراسة حديثة أن عدد المنظمات الأهلية العاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية ارتفع إلى نحو 11,000 منظمة بسبب ضعف تقديم الخدمات المدعومة من قبل الحكومة أثناء التطويرات السياسية الأخيرة في البلاد، وإن 24% منها تم تسجيلها بعد الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وتتواجد 47% من المنظمات الأهلية في مدينة صنعاء، كما تعمل 37% من المنظمات في أكثر من محافظة. كرمت منظمات المجتمع المدني بمديرية المخاء بمحافظة تعز وإدارة ميناء المخاء المبرزين من الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في قطاع المخاء الذين يقومون بمكافحة التهريب وإحلال الأمن والسكينة بالمديرية، كما تم تكريم مروان هادي أحد المبرزين من أبناء المديرية في الكونغفوه والذي تحصل على الميدالية الذهبية في العاصمة بيروت. التقى الرئيس هادي اليوم في صنعاء مساعدة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي ومكافحة الإرهاب ليزا موناكو والوفد المرافق لها الذي يزور اليمن حالياً. وخلال اللقاء جدد هادي تأكيده أن المسألة الاقتصادية هي المشكلة التي يمكن أن تكون عائقاً أمام الماضي صوب الغد الأفضل. من جانبه أعلنت المسؤولة الأمريكية عن تقديم حكومة بلادها 30 مليون دولار إلى اليمن لمواجهة الاحتياجات في مجال الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الرئيس أوباما على اطلاع كامل بالمشكلة الاقتصادية والتي تشكل أهمية كبيرة،
وسيتم التعاون في هذا المنحة من أجل تجاوز التحديات والعقبات. قتل شخصين وجرح آخرين في اشتباكات بين جماعة الحوثي المسلحة وقبائل همدان بمحافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية ليمن شباب إن الاشتباكات اندلعت في منطقة المنقب، الأمر الذي تسبب باندلاع مواجهات مسلحة، مشيرة إلى مساعي قبلية لوقف المواجهات. بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي اليوم مع الوكيل المساعد بوزارة الخزانة الأمريكية أندرو باوكولو دعم تنفيذ مخرجات الحوار والموازنة العامة للدولة. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي حرص الحكومة على تعزيز التعاون القائم والمستقبلي مع الولايات المتحدة، منوهاً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لتعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن. وحث الوكيل المساعد بوزارة الخزانة الأمريكية صندوق النقد الدولي على دعم الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى تجاوز التحديات المتعلقة بتغطية العجز في الموازنة العامة. عقد اليوم بمحافظة الحديدة اللقاء التشاوري الرابع لنقابات مكاتب المالية في محافظات الجمهورية، وناقش اللقاء عدداً من المطالب والحقوق التي تدعو لها النقابات، منها المطالبة بإطلاق الحافز الشهري بصفة مستمرة وإطلاق العلاوات وبدل الرقابة والتأمين الصحي وتفعيل التدوير الوظيفي. اختتمت مؤسسة مبادرون للتنمية بمحافظة إب اليوم في خيمة الحوار برنامج معا لدعم الحوار، والذي استمر 60 يوماً بمشاركة 260 مشارك ومشاركة من محافظات صنعاء وأبين ولحج وإب. وهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة الشعبية لدعم مخرجات الحوار ونشر الوعي المجتمعي وتحقيق مشاركة المجتمع المحلي في دعم مخرجات الحوار. نظمت دائرة المرأة بالتجمع اليمني للإصلاح بتعز مهرجاناً فنياً وجماهيرياً حشداً إحياءً لليوم العالمي للمرأة، واحتفاءً بذكرى مرور 5 سنوات على تأسيس دائرة المرأة في الإصلاح. وقالت فوزية هلال عضو شورى الإصلاح أن تمثيل المرأة بنسبة 30% في سلطات الدولة الثلاث وفقاً لمخرجات الحوار يعكس مكانة المرأة اليمنية وأهمية الأدوار التي تطلع بها ومشاركتها الفاعلة في مختلف مناطق ناحي الحياة. احتفل التحالف المدني الحضاري الإنساني باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس بالعاصمة صنعاء، واستهدف الحفل التوعية بأهمية مخرجات الحوار الوطني ودور المرأة الإيجابي في تلك المخرجات وتكريم عدد منهن. ويسعى التحالف تكوين جبهة مجتمعية عريضة لمساندة تنفيذ مخرجات الحوار ونشر ثقافة الحوار والديمقراطية. نظمت مؤسسة النجوم الثقافية التوعوية بازاراً تثقيفياً للتوعية المجتمعية بمكانة الصحابة والصحابيات وأحياء مبدأ ثقافة المحبة والولاء. وتخلل البازار عدد من الفعاليات التي تهدف لتنمية الوعي الديني بفضائل الصحابة الكرام واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في جميع شؤون الحياة.